انا في رايي انت حطيت ايدك على المفتاح السليم او مسكت المفتاح الصح اللي انت قلته ده 100%. انا في رايي مظبوط انك بتصدق الدوافع الشخصيه، عشان كده احنا مقتنعين باللي انت بتقدمه، يعني بنبقى خلاص احنا مصدقين الشخصيه كده بالظبط. في اوجه تانية للشر بيبقى مثلا ايه، بيبقى شخص مثلا مريض نفسي دوافعه بتبقى ليها تاريخ، اللي هو كان وهو صغير حصل له ايه، كان عنده جوز ام بقى بيعذبه، كان امه بتعامله وحش، كان اصحابه بيتنمروا عليه. لازم ابقى مصدق الدوافع دي وانا شغال عشان تطلع في عينيا. طبعا هي اللي انا بقوله ده نظريا كده سهل، بس هو ان انت تشحن نفسك بيه بيبقى محتاج كمان البيئه المحيطه في الشغل، المخرج والناس اللي حواليك، وطبعا على راسهم المخرج ان هو بيشحنك طول الوقت وبيديك مفاتيح للكاركتر اللي انت بتعمله. وده استاذ محمد شاكر الخضير بيعمله ببراعه شديده وباحتراف شديد طول الوقت، معاه لوحه مفاتيح بيسلمك منها مفتاح كل شوط بصراحه عشان يشحنك باحاسيس الشخصيه. بصراحه المسلسل فعلا مهم، وبصراحه انت قايم بحته الدور، يعني عارف انت زي ما كانوا زمان يقولوا لست ام كلثوم 10 على 10 على 10، اهو دياب 10 على 10 على 10 على 10 بصراحه. ربنا يخليك يا استاذ بجد، والله انت اسعدتني والله العظيم. يا اخي ربنا يخليك يا رب، ده انا اللي مبسوط ان انا سمعت صوتك ومبسوط ان احنا بنتكلم، وهتبسط لما اشوفك قريب باذن الله. بامر ما الله ما بأمر بين الله. الكلام وما بين الغنى والمناقشه والدردشه والفضفضه وكله ده لازم يحصل بامر الله. تنورنا الله. تنورنا، ربنا الف يخليك. الف شكر ليك وموفق دايما، والف مبروك على النجاح، ومن نجاح الى نجاح افضل واكبر باذن الله دايما. كل الشكر ليك الفنان المتألق الحقيقة دياب، وكنا في مناقشة يمكن سريعة على دوره في مسلسله تحت الوصاية. هنروح لفصل، طب تعالوا نروح لفصل ونرجع نكمل الكلام، مش هيخسر.